السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح أو مساء الخير وحياكم الله، وإن شاء الله تكونون بخير وسعادة. ومرحبا فيكم في الجزء الثامن من سلسلة الكروشيه براق. في هذه الجزء راح نوضح طريقة عمل الشكل البيضاوي. طبعا عندي هذا الشكل بيضاوي صغير، ويعني صار التشكيل والتشبيك فيه عن طريق يعني واحنا نشتغل من خلال العمل في الشريط، فشكله يعني مرتب وصغير وما يحتاج اي شغل في الوسط. طبعا والشكل الثاني كان عبارة عن شريط بعد شكلنا فيه الشكل البيضاوي اثناء عمل الشريط في هذه الجهة، في الشكل المستدير من الجزء البيضاوي، ولكن كان في فراغ كبير في الوسط، يعني عشان نعطي الشكل البيضاوي شكل جمالي أضفنا عليه هذا الجزء اللي في الوسط. فعشان نشوف طريقة عمل هذه الأشكال البيضاوية، حياكم مع بعض نشتغل هذه الأشكال. وطبعا الحين بنشتغل مع بعض الشكل الأول اللي هو الشكل الصغير. بنبتدي في شغل هاي الشكل البيضاوي بأربع سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذه عرض الشريط، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذه السلاسل اللي على الجانبين. طبعا بشتغل أربع أعمدة على الأربع سلاسل، اثنين ثلاثة، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي عرض الشريط، هاي عرض الشريط، وهذه السلاسل اللي على الجانب. طبعا بشتغل الحين السطر الثاني، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ولف الشغل واشتغل أربع أعمدة على الأعمدة الأربعة. هذه أربعة. الحين أشتغل الشريط السلاسل ستة، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست، أشتغل السطر الثالث. طبعا أنا الحين اشتغلت ثلاثة أسطر من الشريط، هاي تعتبر الجزء المستقيم من الشكل البيضاوي. الحين من السطر اللي بيي ببتدي أشتغل الانحناء مال الشكل البيضاوي، لكن هالمرة بشتغله بطريقة شوي مختلفة. ثلاثة أربعة خمسة ستة، ألف الشغل، هذه هو الجزء أول سطر من الانحناء. بشتغل في أول قرزة بشتغلها حشو، ثاني قرزة بشتغلها نص عمود، وثالث ورابع بشتغلهم عمود بلفة. طبعا احنا نحتاج في هذا الانحناء الى سبع اسطر، فانا هذه الاسطر السبعة كلها بشتغلها بالشكل هاي. نبي يكون اللي من الجهة الداخلية، طبعا هذه اول سطر بدينا بيكون الجهة الداخلية حق الانحناء، فالجهة الداخلية بنبتديها بالحشو بننتهيها بعمود. وإذا كان ابتدينا الشغل من الجهة الخارجية، مثل الحين أنا ما بشتغل، بنبتديها من العمود وبننتهيها بالحشو. بشتغل الحين معاكم السطر الثاني، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ألف الشغل واشتغل عمود والعمود الثاني ونص عمود وقرزة حشو على الحشو اللي كانت في السطر اللي قبل. فأنا الحين سويت سطرين من الانحناء. الحين بقية الأسطر، يعني الحين اشتغلت اثنين، والحين باقي خمسة أسطر بشتغلهم بنفس هذه الطريقة، وبرجع لكم مع آخر سطر عشان نشوف شلون نسوي الانحناء. طبعا الحين
اشتغلت 6 أسطر، باقي السطر السابع، فلأن لازم احنا إذا بنشتغل السطر الأخير من الانحناء، فقبل ما نشتغل السطر نشتغل السلاسل مالته. طبعا احنا دايما السلاسل مالته أول ما نشتغلهم نشبك بقية الأسطر ويا السطر الأخير عشان نقدر نسوي التشكيل أو الانحناء اللي نبيه. عشان كذي أنا رجعت لكم عقب ما اشتغلت الـ6 أسطر عشان نشوف مع بعض شلون نشكل الانحناء في هذه السطر. فبسوي 1 2 3 أسطر، 3 سلاسل من السلاسل الـ6، وادخل في الـ3 اللي هني لحد ما اوصل للماركر اللي انا حطيته حق اول سطر من الانحناء، واسحب منهم قرزة منزلقة كامل يعني لاخر شيء. طلعت منهم بقرزة منزلقة من هاي الـ4 سلاسل اللي صايرة على الجهة الداخلية. بعدين ارجع اسوي الـ3 سلاسل، 1 2 3 اللي بقيت من الـ6، يعني هاي سويت 6 قبل والحين هاي الـ6، واقلب الشغل واشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلت فيها الاسطر مالت الانحناء، اللي بتكون بدايتها قرزة حشو، وثاني قرزة بتكون قرزة نص عمود، بعدها قرزتين بيكونون قرزة عمود بلفة بهذه الطريقة. وبهذا الشكل احنا نكون كملنا من الانحناء. الحين بنرجع مرة ثانية بنشتغل 3 أسطر نفس هذه الأسطر اللي بدينا فيها، على أساس نسوي الجهة المستقيمة من الشكل البيضاوي في الجهة الثانية. حين بنشوف شلون بنشتغلهم. هاي الحين بنشتغل 1 2 3 4 5 6، نلف الشغل، نشتغل السطر أعمدة 4، 1 2 3 4. طبعا حتى قرزة النص عمود وقرزة الحشو اشتغلنا فوقهم أعمدة بلفة. الحين السطر الثاني بيكون السلاسل مالته على الجهة الداخلية من الشكل البيضاوي، وبشتغل 3 1 2 3 سلاسل، وبشبك مع السلاسل اللي من الجهة الداخلية من المستقيم المقابل حق ذي المستقيم اللي احنا نشتغله بقرزة منزلقة، ونشتغل بعدين السلاسل البقية 3 3، ونلف الشغل ونشتغل الأعمدة بشكل عادي، 1 2 3، وهذه الرابع، والسطر الأخير 1 2 3 4 5 6 من القصدي الأخير من الجهة المستقيمة، نشتغل بعد 4 أعمدة عادية، 1 2 3 4. الحين اللي بقى من الشكل البيضاوي ان انا اشتغل هذه نفس هذه التشكيلة نفس شكل الانحناء هذه في الجهة الثانية، بس بمجرد ان انا اخلص السطر السابع من الانحناء اشبك السطر الاخير من الانحناء مع هذه السطر الاول من الشغل من الجهة المستقيمة. فحين انا بخلص الجهة هذه من الانحناء وبشبكها مع الجهة السطر الأول من الشريط، وبرجع لكم عشان تشوفون الشكل النهائي. طبعا أنا ما بعيد الحين عشان أسوي الانحناء، لأن أنا سويتها هني مرة والحين بسويها بروحي هني وبشبك. طبعا طريقة تشبيكي عدها كم مرة في كذا فيديو من فيديوهات السلسلة، فما راح أعيدها الحين عشان يعني نختصر مدة الفيديو. فبشتغل الحين الانحناء وبشبك مع اول سطر، وبرجع لكم اراويكم الشكل النهائي للشكل البيضاوي الصغير هذي. طبعا هذي الشكل النهائي للشكل البيضاوي بعد ما اشتغلت الانحناء الثانية وشبكته باول سطر من الشريط. ف يعني انا حبيت في هاي الشكل اني اسوي هذه التقنية عشان يعني تعرفون انه ممكن نستخدم القرز الحشو والنص عمود في الشغل في اثناء عمل الاشرطة.
طبعا اذا انتم مو حابين مثلا ان انتم تسوونها بهاي الطريقه، ان تكون في حشو ونص عمود وبعدين عمودين، ممكن ان احنا نسويها بالطريقه العاديه اللي احنا متعودين عليها في كل فيديو، ان نسوي كلها اعمده. بس هالمره حبيت اني اغير عشان ان يعني توصلكم فكره التقنيه الثانيه. حتى في الشكل المربع والمثلث والاشكال الثانيه اللي اشتغلناها قبل، كان ممكن ان احنا نسوي الزوايا مالتها بهاي الشكل، ان نشتغل فيها الحشو والنص عمود وبعدين الاعمدة. بس يعني حبينا شوية نشكل، والحين غيرنا عشان نستفيد بعد من هذه الطريقة حق اللي حاب انه هو يسويها. وطبعا حلو حق يعني هاي الشكل صغير وايد، يعني حتى حلو حق لو نبقي نشبك بألوان او شيء، نسوي نفس الحركة هذه ونشبكها مع كم من واحدة معاها، ممكن نسوي بها مفرش او شيء مربع او اي شيء احنا حابين ان احنا نسويه. باي نكون انتهينا من هذا الشكل البيضاوي الجميل الصغير. وعشان نشتغل الشكل الثاني من الشكل البيضاوي، بنسوي العرض بعد 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبشتغل 1 2 3 4 5. طبعا هذه السلاسل ممكن انتو تتحكمون في العدد اللي انتو تبونه، مو شرط مثلا نفس اللي اقول مثلا 5 ولا 6، ممكن انتو تخلهم 5 6 7، كل واحد على حسب يعني ايش كثر حب انه يخلي سلاسل على الجنب. وبعدها راح اشتغل الـ4 أعمدة على الـ4 سلاسل، 1 2 3 4. طبعا عشان انا مو حابة اني اطول البيضاوي هاي وايد، فبس بسوي بس 5 أسطر من هذه من الشكل هذا، يعني من الأعمدة، على أساس إنه يكون الجزء المستقيم من الشكل البيضاوي. فبعد نفس الشيء 1 2 3 4 5، وبلف الشغل وبشتغل فوقه 4 أعمدة. الحين يعني بكمل باقي الأعمدة اللي ما وصل حق السطر الخامس من الأعمدة، وبرجع لكم مرة ثانية عشان نشوف طريقة عمل الانحناء في هذا الشكل الثاني. راح أخلص الأعمدة الخمسة وأرجع لكم. طبعا اشتغلت 1 2 3 4 5 أسطر من أسطر الشريط. الحين ببتدي أشتغل الانحناء اللي في داخل الشكل البيضاوي. طبعا هاي 1 2 3 4 5، ولف الشغل واسوي اعمده. لحد الحين الشغل عادي. هاي 1 2 3 4، هاي العمود الرابع. الحين بشتغل السطر الثاني 3 4 5، وارجع بعد شكل عادي نشتغل الأعمدة عليه، 2 3، هاي 4. الحين هذه السلاسل مالت السطر الثالث، طبعا هذه أول سطر، هاي الثاني، الحين هاي الثالث، وأسوي سلسلتين وبشبك هني بقرزة حشو، وبسوي سلسلتين وبرجع بسوي الأعمدة فوق الأعمدة مالت السطر الثالث، 3 4. هنسوي ان هذا الشيء مرة واحدة. الحين بنرجع 1 2 3 4 5، ونلف الشغل ونسوي أعمدة، 1 2 3 4، ونسوي 5 سلاسل بشكل عادي، 4 5، ونلف الشريط ونشتغل 4 أعمدة، 2
ثلاث أربع هذه بس عمود الرابع، وارجع اشتغل بعد خمس سلاسل والف الشغل واشتغل اربع اعمدة. هذه اربع اعمدة. الحين هني اشتغلت هاي الحركة مرة، الحين برجع اسويها مرة ثانية، واحد اثنين واشبك بقرزة حشو وارجع اسوي سلسلتين والف الشغل واشتغل الاعمدة، واحد اثنين ثلاثة اربعة اعمدة. فتشوفون انه صار عندنا انحناء. بعد الحين بنسوي من هذه الانحناء مرتين، يعني بعد برجع اسوي ثلاث اسطر، يعني السطر هاي الاول والثاني والثالث مثل هاي الطريقة مرتين، وارجع لكم مرة ثانية عشان نشوف الانحناء هاي كامل شلون صار. طبعا بعد ما خلصت من الانحناء اللي في الشكل، طبعا هذه حركة اني اشبك كل سلاسل مع بعض كل ثنتين، يعني سويتها واحد اثنين ثلاثة اربعة. طبعا من بعد الخمس، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس، احتاجنا عشان نسوي هذه الانحناء الى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 سطر. طبعا الانحناء في هذه يحتاج الى 15 سطر. الحين بنرجع بنسوي هني بعد يعني الخط المستقيم الثاني. انتم ممكن تسوونه خمس وممكن نسوي اطول، فانا ممكن اسوي يعني بسوي تقريبا سبع اسطر وممكن اكملهم مني، لان رجع سويت الانحناء اسوي بعد سطرين زود واشبكهم مع السطر الاول. فالحين انا برجع مرة ثانية عقب ما خلصت الانحناء، برجع مرة ثانية اشتغل اسطر مستقيمة، واحد اثنين ثلاث اربع خمس سلاسل، وارجع الف الشغل اشتغل اعمدة عادية. هاي واحد اثنين ثلاث اربع. طبعا الحين ما يحتاج اني اسوي اي شيء حق الانحناء. هاي الحين واحد اثنين ثلاث اربع خمس، وارلف الشغل واشتغل اعمدة عادية، واحد اثنين ثلاثة أربعة. الحين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ولف الشغل واشتغل أعمدة عادية. طبعا الحين أنا اشتغلت معاكم ثلاث أسطر من الأسطر اللي بتكون بشكل عادي ومستقيم بدون اي تشبيك حق السلاسل مالتها. اشتغلت معاكم ثلاث اسطر، بكمل الحين باقي الاربع اسطر عشان يصير عندي هني مجموع سبعة، وارجع ارويكم شلون صار الشكل. طبعا الحين هني عندنا الشكل بعد ما اشتغلت هني الخط المستقيم، هذه سبعة اسطر من العمدة. الحين بعد ما خلصت السبعة بشتغل مرة ثانية بهاي الطريقة عشان اسوي الانحناء الثاني في الجهة الثانية، وبعد ما اخلص من عمل الانحناء بشتغل سطرين وبشبكهم مع السطر الاول، وارجع لكم عشان تشوفون شكل هذه القطعة عقب ما اسوي الانحناء والسطرين. طبعا هني بعد ما خلصنا من الجزء البيضاوي، هذه التجميعات اللي سويناها عشان اسوي الانحناء، هاي من الجهة الثانية، وهني الخطين المستقيمين. طبعا لان احنا سوينا الانحناء اثناء عمل الشريط فعندنا الشكل مبين انه هو بيضاوي، لكن بنترس هذه المساحة. الحين بنشتغل في الوسط، بسوي عمود بثلاث لفات في
هني السلاسل اللي ما فيها تشبيك مع بعض. بسوي عمود بثلاث لفات بهاي الشكل، وبعد العمود هاي بشتغل خمس سلاسل، 1 2 3 4 5، بسوي عمود بثلاث لفات على السلاسل الثانية. الحين 1 2 3 4 5 عمود بثلاث لفات في الثالثة. الحين طلع معنا بهاي الشكل. الحين نشتغل بعد خمس سلاسل، 1 2 3 4 5، وأسوي عمود بثلاث لفات واخذة الثنتين مع بعض. هاي الثنتين التجميع، أمر من وراهم وأسحب الخيط بهذه الشكل، 1 2. هاي اللفة الثالثة بس ما قفل، أخلي العمود وأسوي خمس لفات، 4 5، وأروح حق التجميع الثاني وأسوي نفس الحركة بس خمس لفات، 1 2 3 4 5، وحين أقفل العمودين مع بعض وأسوي سلسلتين وأسوي خمس لفات، 5، وأروح حق العمود الثاني التجميع الثالث أقصد، وأسوي عليه خمس عمود بخمس لفات بس ما اقفل، واخلي كذي، وارد اسوي ثلاث لفات واسوي عمود على التجميع الاخير حق الانحناء. اسوي بهاي الطريقة 2 3، الحين اقفل العمودين مع بعض ويصير معي شكل بهاي الطريقة. بعد هاي التجميع بشتغل خمس سلاسل، 1 2 3 4 5، هذا الشكل الحين مثل ما انتو شايفينه. طبعا الحين بكمل هني بنفس هاي الطريقة، بسوي في الانحناءات نفس هذه الطريقة، بنسويهم مع بعض. الحين رجعنا على الخط المستقيم وعلى السلاسل اللي كل واحدة بروحها، اشتغل عمود بثلاث لفات، 1 2 3 والتقفيل، 1 2 3 4 5. والحين عمود بثلاث لفات، 1 2 3، نقفل، 1 2 3 4 5، وثلاث لفات نسوي عمود على السلاسل الأخيرة. الحين نسوي بعد خمس سلاسل، 1 2 3 4 5، وأسوي عمود ثلاث لفات في التجميع الأول. واحد اثنين ثلاث، هاي عمود بثلاث لفات في التجميع الأول وما نقفل، نخلي العمود على السنارة كذي ونسوي خمس لفات، 1 2 3 4 5 على السنارة، واروح حق التجميع الثاني واخذه بهاي الطريقة واسوي عليه عمود بخمس لفات، 3 4 5، والحين اقفل العمودين مع بعض.
بعد ما قفلت اخذ سلسلتين وارجع اشتغل عمود بخمس لفات على التجميع الثالث هاي الشكل. 1 2 3 4 5 واخليه على السنارة ما اقفل واسوي الحين 3 لفات واشتغلها على التجميع الاخير 1 2 3 الحين اقفل العمودين مع بعض. بعد ما اشتغلت الانحناء ارجع اسوي 5 سلاسل 1 2 3 4 5 واشبك بمنزلقة في اول عمود سويناه في من الداخل بهذه الطريقة. اقفل الشغل واقص الخيط. فعطانا هذا الشكل حق البيضاوي. انظف خيوط الشكل اللي عندي وارجع لكم بالشكل النهائي. ننظف الخيوط وارجع. طبعا بعد ما نظفنا خيوط الشكل طلع معنا الشكل البيضاوي بهذه الشكله. طبعا مثل ما قلت لكم الجزء اللي في الوسط ممكن انتم تسوونه بنفس اللون، بس الهدف عندي انا انه يكون الشرح واضح، عشان كذي يعني اغير في الالوان. فالشكل الاول كان هذه الصغير، كان يعني لانه ما في مجال او فراغ كبير من في الوسط، فما سوينا شيء في وسط الشكل. اما هذه لان شويه كبرنا وصار الحجم واسع فصارت في مساحة عودة في الوسط، فعشان كذي احنا حبينا ان احنا نشتغل شغلة في الوسط. ممكن حتى هذه الفراغ نسده، بس يعني مو شرط ان احنا في الوسط نشتغل شيء كبير عشان نسد الفراغ كامل. اهم شيء نقلل من حجم الفراغ اللي في الوسط عشان يكون في شكل جمالي. يعني طبعا بهذه نكون احنا انتهينا من شرح الشكل البيضاوي في هذه السلسلة. ان شاء الله اتمنى ان تكون المعلومة وصلت في شرح الطريقتين للشكل البيضاوي. واتمنى ان الشرح يعجبكم. وطبعا مثل ما قلت لكم ان جميع فيديوهات السلسلة راح تلاقونها تحت في صندوق الوصف في هذه الفيديو. يعني كل السلاسل، كل الفيديوهات اللي في السلسلة اللي تسبق اي جزء بتكون كلها تحت الجزء الاخير. فاشكركم على المتابعة ومع السلامة.